احنا اكو قضيه تهمنا في الرساله هذه، هي قضيه الميليشيات ومذكور العراق ومذكور الميليشيات التي قامت بالهجمات مؤخرا ضد المصالح الامريكيه، مذكوره هذه. هذه القضيه تحديدا، لنفترض جدلا انه ايران وافقت على الشرط الكف عن دعم هذه الميليشيات بما فيها اللي سووا الهجمات مؤخرا مثل ما وصفتها الرساله، المكسب هنا وين بالنسبه للامريكان وللعراقيين على حد سواء؟ هل هنالك مكاسب؟ طبعا هذه النقطة أنا قرأت مقالة قبل أيام يعني لبريك ديفيز، وهذا الرجل هو أستاذ علوم سياسية بجامعة روتجرز، وقال إن ما يعني جوهر هذه المقالة إنه المهمة الأصعب لبايدن تتمثل بمحاولة تدمير الميليشيات العملاء، هو هكذا قال، عملاء إيران في العراق. يعني هو ركز على الملف العراقي في هذه المقالة، ويبدو أن هذه المقالة يعني تناقضت المواقع الأمريكية، الفورن بوليسي، أغلب الصحف الأمريكية المهمة المعنية بالدراسات السياسية أخذت مقالة بريك ديفيز. فلذلك هو يعتقد أنه البداية من العراق، يعني بايدن يجب أن يبدأ من العراق، لأن إيران مسيطرة ميدانيا وعسكريا على الساحة العراقية، وأن الساحة العراقية بالنسبة لأمريكا هي ساحة جوهرية وهي ليست ساحة هامشية. فلذلك أنه يجب أن تسيطر أمريكا على هذه الساحة لكي تضعف نفوذ إيران في المنطقة، تحمي البوابة الخليجية، تجري اتفاقات مع تركيا، تنظم الملف السوري يعني وقضية جنوب المتوسط وشرقه. هو يعتقد أن الانطلاق كله من الجغرافيا العراقية، وأن أبرز ما يهدد أمريكا في الجغرافيا العراقية هي الميليشيات الإيرانية. فلذلك هو يقترح أيضا، وهذا طبعا هناك رغبة بعض النواب الجمهوريين بالكونغرس، هم أيضا يتبنون هذه الرؤية، رؤية أنه محاصرة يعني حتى هذه الرسالة يا أستاذ أحمد ذكروا بها استهداف القاعدة في أربيل، يعني استهداف مطار أربيل ومقتل مقاول امريكي ذكرت بالرسالة. يعني تخيل انه الكونغرس يرفع رسالة الى الرئيس الامريكي ويذكره بالاستهداف الذي حصل للقواعد الامريكية بالعراق. طيب هل هذا يعني استاذ احمد يعني التذكير والتركيز على الميليشيات اللي موجودة في العراق، هل هذا يعني ان الكونغرس بعد ما تكف ايران من الدعم راح يبدون ايضا يحاولون يلزمون مثلا العراق بشروط معينه لمواجهه الميليشيات؟ لان البعض يقول لك هم يعني ياخذون فلوسهم ومسيطرين وعندهم مصادرهم وفلوسهم حتى اكثر من الدوله البعض من عندهم، فيعني هل تعتقد انه هذا سيلحق ذلك ايضا اتفاقيات مع الدول اللي بيها ميليشيات من اجل ضبط هذا الموضوع الى الابد؟ هو هذا ما قلت لحضرتك، انه بايدن يعني يريد اصلاح اخطاء اوباما. ان اهم اخطاء اوباما هو ترك يعني فسح الطريق لإيران بأن تطلق نفوذها. يعني النفوذ الإيراني منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية وإلى يومنا هذا، بل حتى في أيام الحرب العراقية الإيرانية في الساحل اللبنانية والساحل الفلسطينية، يعني كان غير ظاهر، كان يعني قيادة قوات القدس على سبيل المثال تتحرك بشكل سري. هم قاتلوا في البوسنة كما أشرت في أحد حلقاتنا أستاذ أحمد، وميادين كثيرة في العالم، ولكن بشكل مخابراتي ما كان ظاهر النفوذ الإيراني، كان يظهر عبر حلفاء ومنظمات يعني مرتبطة أما إيديولوجيا أو سياسيا بفكرة ولاية الفقيه أو النظام الإيراني. ولكن في عصر أوباما لا، الموضوع اختلف، النفوذ الإيراني أصبح ظاهريا. يعني الحوثيون دخلوا إلى صنعاء، الفاطميون دخلوا الى دمشق والمناطق يعني هاي المناطق المحاذيه للعراق. يعني ايران شكلت خط من الميليشيات على الحدود العراقيه السوريه، العراق بدا علني كتائب حزب الله يعني بدات تظهر وكذا. اوباما كان يعتقد، او الفريق المقرب من اوباما كان يعتقد انه هذه مكيده النفوذ، وبالفعل هو اضعف ايران اقتصاديا، ويعتقد يعني متاثر بفكره الحرب العالميه الثانيه حينما يعني تمدد بريطانيا انهكها، وامريكا لعبت على
يعني التمدد البريطاني، فأخذت النفوذ البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية. والعملية الانهاك التي حصلت بين ألمانيا ويعني بريطانيا هي التي جعلت أمريكا تتحول إلى قوة وحيدة في العالم. الحزب الديمقراطي كان يعتقد في تلك الفترة أنه توريط إيران بالنفوذ فسيجعلها تتورط في توريد ودعم هذا النفوذ ماديا، فسينعكس ذلك داخليا على إيران، تتأجج الفواعل الداخلية الإيرانية. هذه سياسة أوباما. بايدن يريد يصحح هذا المسار، يعني هو يريد أن يخلق حالة يعني سياسة متوازنة بين لا إفراط يعني أوباما ولا إفراط ترامب ولا تفريط أوباما. بايدن يريد أن يقف بالمنتصف ويحاول أن يجد له سياسة جديدة مع إيران. طيب، لكن السؤال المهم أستاذ أحمد، يعني هل إيران مستعدة للتخلي عن ميليشياتها اللي موجودة بالمنطقة، اللي هي سبب كبير الآن في خضوع نوعا ما بايدن وتقديم تنازلات كثيرة في الاتفاقية النووية؟ يعني يمكن لولا الميليشيات ما كان شفنا هذا التطور وهذا التصعيد الهائل. إيران ممكن أن تتخلى عن حلفائها أو أصدقائها يعني بكل سهولة إذا ضمنت أنه هذا التخلي سيضمن لها مصالح. إيران دولة تدير عقلية براغماتية، يعني موضوع الإيديولوجيا وال يعني المبادئ السياسية، إيران لا تعتمد كثيرا على موضوع المبادئ السياسية، تعتمد على البراغماتية السياسية.